حرقه في تونس واجبه، يلزم نحرقوا من تونس، بلاد ما لقيش فيها رزقك برا هاجر، يلزم ونقلب انا غير الزوجه وكاو شركتها. شوفونا حل يا زلمه، فما شيء جون ما تخدمش يا صاحبي، وين تحبوا يمشي؟ ترى انه الحرقه هي الحل باش انه والله العظيم عندك يعني سيبونا خلينا نمشي وخير. عندك قالت لي لنا هناهم، قالت لي لنا هناهم لو خيروك بين شهريه مسمار في حيط ودار وانت وانك تحرق في تونس، شنو تختار؟ اني نتزوج دار وكذا في تونس، شهريه ودار هي في تونس وانك تحرق، شنو تختار؟ لا نختار نقعد في تونس. يعني من هذا نفهمه اللي الحرقه تميل لها باش تكون دار و الحمد لله متزوج، انا عندي زوج صغار، يعني ما عندي زوج صغار معناتها تفرج راسي شاب عاش عندي بصح وين ونعش. حسب رايك انه اوروبا هي الحل، هي الجنه غادي؟ اي هذاك الحل، كيما باش تتعب هنا باش تتعب غاديك، كيما باش تخدم هنا باش تخدم غاديك، مش كيما الشهريه هنا كيما الشهريه غاديك، مني يا صاح حتى غاديك معناتها كي يمشي شويه ورويات ويعاش ويخدم بالحلال، مني ينجم يعيش وينجم يبعث وينجم يعمل دو، مني حط وزيري تبع حلال تبع حرام عامين ثلاثة يعمل الفلوس ويهبطوا. تقبل انك تضحي بصغارك؟ انت توا عندك زوج صغار، تضحي بصغارك وتمشي تشق البحر نورمال؟ نورمال نقلب باش نلزم ونقلب انا غير الزوجه وكاو باش نرقدها. حبش تركح لك؟ اي باش نرقدها. شفنا استاذه عاطله عن العمل تموت هي وولدها وفي الطريق وهي حارقه. هذيك في يد ربي سبحانه. الهجره موصيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاد ما فيها ما لقيش فيها رزقك. برا خرج منها صح. بلاد ما لقيش فيها رزقك برا هاجر. هما لا خلاونا نسترزقوا في بلادنا. مني ولا خلاونا نخرج. شنو هما الحاجات اللي حبيت تعملهم في تونس وما نجمتش؟ هاني قلت لك زوجة دار. عندك زوجة وعندك دار. ما عنديش مشاكل، ما عنديش دار. ما عنديش دار، أنا كان ب 350,000 صح. بالدور نخدم كيس. قداش تصرف شهريا؟ والله كيك ما تنجمش حد أكثر من شهر. الحمد لله. هو التونسي معروف أنه ما ديما يصرف أكثر من شهريته. اي انا نصرف اكثر من شهر ما غير. منين؟ من اين لك هذا؟ نصرف انا. اي اكثر من شهريتك. الحمد لله. اي بلا الحمد لله، علاش تحب تحرق؟ علاش تميل للحرق؟ لا اله الا الله طوليا يا صاح. جنة يا هو. يعطيك الصحة مسيو. بلا ربيع.